الرجل ذا طال عمرك محل شعي الرشيد اذا شاء الله عطنا ما عطنا من خرجك والله انا خبره صلت لسان ارجع عطنا يا عبد الله عطنا وحده بوحده يا عبد الله ابو طارق وش هي طابه هذه؟ غزلها غزلها مصر ما هي اللي حاسبها تغير حضاره غيرتها كلنا من بعد عطنا غزل حد اقول قالوا حرامية قصيدك مشاهير قلت البحر ياما غدت له سحاب اللي كتبته في زمان الطباشير ما زالت الساحة تحلل جوابه من مدرسة شعري تخرج طوابير وانا الاديب اللي زمانه غدابه لو الحقيقة تنكشف للجماهير قالوا غريبة يا زمانه الغرابة كيف الاديب اللي حروفه مسامير شعره غدا بلسان غيره ربابه من قمحنا يا ما تغدت عصافير ومراح منا ما حسبنا حسابه قضيت من عمري دروب ومشاوير وما كنت احسب من القلم والكتابه واليوم ابى اسوي مثل سالم ازير واشعل مقابيس الوغال الحرابه والله ما لي بالمواقف معاذير ان كان سيفي ما تخضب انصابه قولوا الفرعون القصايد مس الخير الجن ما يخضع الحكم الدعابه صغيرهم عندي يدق المزامير كبيرهم يفخر بفعل الصحابه تحرر يا ساحه الشعر تحرير سيل تحدر من عوالي اهضار